البعض يظن أن الإمام الحسين عليه السلام عندما قتل في كربلاء أخمدت ثورته وهزم، هذا كلام خطأ، بل الإمام الحسين عليه السلام من ثورته انطلقت جميع الثورات الإيمانية التي أسست دول صالحة يحكمها ناس مؤمنين. الإمام الحسين انتصر بدمه على السيف صلوات الله عليه، ومن دلائل نصره أن ذكره إلى اليوم، أن الله عز وجل خلق له شيعة يبكون عليه ويذكروه، وأصبح المنبر الحسيني المنبر الأول في العالم، في كل مكان منبر حسيني يذكر الإمام الحسين وينعاه ويذكر مصيبته وثورته صلوات الله عليه.